في الصورة اللي قدامك دي الراجل اللي على اليمين شايف ان الرقم اللي مكتوب بالنسبة له 6، والراجل اللي على الشمال شايف ان الرقم اللي مكتوب بالنسبة له 9. وفي ناس بتعتقد ان اللي حصل ده شيء غريب، وان هي دي النظرية النسبية، ان كل واحد يكون له منظوره الخاص، رغم ان اللي حصل ده شيء طبيعي جدا ومن المفترض ان هو يحصل. واللي مش طبيعي ان هما الاثنين وكل واحد في مكانه يتفقوا ان الرقم ده 6، او هما الاثنين يتفقوا ان الرقم ده 9. هو ده الشيء الغريب، وهي دي النظرية النسبية. السلام عليكم. من قبل اينشتاين وجاليليو ومن بعده نيوتن اتكلموا عن نسبية الحركة، بمعنى انها لازم تتنسب لمكان معين، كل مكان يقدر ان هو يشوفها ويوصفها ويقيسها بشكل مختلف عن التاني. على سبيل المثال، لو انا واقف على الارض وعدى من قدامي قطر، فانا هشوف ان انا ثابت والقطر هو اللي بيتحرك، بمعنى ان القطر بيتحرك بالنسبة لي. لو انت بقى اللي راكب القطر، وافترضنا ان القطر ده بيتحرك بسرعة ثابتة ومفيش اي اهتزازات، وانك ما عندكش خلفية ان القطر ده شيء بيتحرك، وطلعت راسك من الشباك وبصيت عليا، هتعتقد انك انت اللي ثابت وانا اللي ببعد عنك، او بمعنى تاني انا اللي بتحرك بالنسبة لك. وعموما خدها قاعدة، اي حد بيتحرك بسرعة ثابتة هيحس ان هو ثابت والحاجات حواليه هي اللي بتتحرك. ده بالنسبة لوصف الحركة، لكن حتى بالنسبة لقيمة الحركة او قيمة السرعة تحديدا، هتلاقي انها برضه بتختلف من مكان للتاني. على سبيل المثال برضه، القطر اللي انت راكبه لو افترضنا انه بيتحرك بسرعة متر في الثانية، وانت رميت منه طوبة بسرعة متر في الثانية، فالطوبة دي بتتحرك بالنسبة لك انت بسرعة المتر في الثانية اللي انت رميتها بيها، يعني بعد ثانية الطوبة دي هتكون بعيدة عنك بمتر. لكن بالنسبة لنا وانا واقف براقبك من بره، هشوف ان الطوبة دي بتتحرك بسرعة 2 متر في الثانية. المتر في الثانية اللي كانت بتتحرك بيهم قبل ما تتحذف اللي هم بتوع القطر اساسا، والمتر في الثانية بتوعك لما حذفتها، بمعنى تاني ان بعد ثانية هشوف ان الطوبة دي بقت بعيدة عني ب 2 متر. انت ما قدرتش تدرك سرعة الطوبة الحقيقية، لانك ما كنتش عارف ان انت والطوبة كنتوا بتتحركوا اصلا من البداية. وبالتالي عشان تقدر تعرف السرعة الحقيقية لأي شيء بيتحرك، لازم ترصده من مكان ثابت ما بيتحركش، مكان ثابت ثبات مطلق. وده كان مسبب مشكلة كبيرة جدا، وهي ازاي اقدر اعرف السرعة الحقيقية اللي بتتحرك بها الارض، لان الارض بتتحرك او بتدور حوالين محورها وبتدور حوالين الشمس، والشمس والمجموعة الشمسية كلها بيدوروا حوالين مركز المجرة، والمجرة نفسها بتتحرك وبتتباعد عن باقي المجرات. فانا هقيس ايه بالظبط وهقيسه منين؟ كل مكان هاجي اقيس منه السرعة هلاقي ان قيمتها بتختلف وبتتغير عن المكان اللي قبليه. يعني لو اعتبرنا انك مش كائن فضائي بتتفرج عليها الوقت من كوكب بعيد، وانك بني ادم زي زيك عايش على الارض، هتعتقد انك ثابت ما بيتحركش، او سرعة الارض بالنسبة لك صفر، والشمس والقمر والنجوم هم اللي بيتحركوا. سبت الارض وطلعت تتفرج على الفيديو بتاعي من على الشمس، هتحس ساعتها ان الشمس هي اللي بقت ثابتة، والارض اللي انت كنت معتقد انها ثابتة بتتحرك وبتدور حوالين محورها بسرعة 1670 كيلومتر في الساعة، وبتدور حوالين الشمس بسرعة 107 ألف كيلومتر في الساعة. سبت الشمس عشان سخنة يح، ورحت تقيس سرعة الارض من مركز المجرة، هتلاقي ان الشمس والارض والمجموعة الشمسية كلها بيدوروا حوالين مركز المجرة بسرعة 820 ألف كيلومتر في الساعة. وبالتالي سرعة الأرض دلوقتي، اجمع بقى سرعة دورانها حوالين محورها، ودورانها حوالين الشمس، ودوران المجموعة الشمسية كلها حوالين مركز المجرة. ومش عايز أقول لك إنك لو سبت المجرة نفسها ورحت لمجرة تانية، هتلاقي المجرة هي كمان عمالة تتحرك في الكون الفسيح وبتبعد عن باقي المجرات. كل ما تسيب مكان وتروح للمكان اللي بعديه، هتكتشف إن المكان القديم كان بيتحرك وما كانش ثابت زي ما كنت متوقع، وبالتالي هتضيف سرعته لسرعة الأرض، وهتلاقي إن سرعة الأرض عمالة بتزيد معاك. ويبقى الحل الوحيد زي ما قلنا في مثال القطر، إنك تشوف في الكون مكان ثابت ثبوت مطلق ما بيتحركش، وتقف تبص منه على الأرض وتشوف سرعتها كام تحديدا. بس للأسف مفيش في الكون مكان ثابت ثبوت مطلق، كل حتة بتتحرك في الكون. قال خلاص ماشي يا عم، كل حاجة بتتحرك بتتحرك، بس الحاجات اللي بتتحرك دي بتتحرك فين؟ في الفضاء. يبقى الفضاء مكان ثابت ثبوت مطلق. اطلع في الفضاء
وإيه سرعة الأرض بالنسبة للفضاء، ما تقيسهاش بالنسبة للشمس ولا المجرة ولا أي حاجة تانية. طبعا أنت مش عارف إيه المقصود، وأنا برضو محرج مش عارف أجيبها لك إزاي. هو مش يقصد إنك تطلع بره الغلاف الجوي للأرض وتقيس سرعة الأرض، ما كانش حد غلب، لكن أنت بره الغلاف الجوي للأرض أنت متأثر بجاذبية الأرض وبتتحرك معاها. المقصود إنك تبقى جزء من نسيج الفضاء، تتمسمر فيه، تبقى حتة واحدة منه عشان تقدر تقيس سرعة الأرض. ثانية واحدة، انت مجنون يا عم، ابقى جزء من الفضاء ازاي؟ هو الفضاء ده حاجه اصلا عشان ابقى جزء منه؟ انا قصدي بس انا هفهمك، انا مش همسمرك في الفضاء ولا حاجه، انا هخليك تقيس سرعه الارض وانت موجود على الارض. احنا قلنا ان الارض بتتحرك في الفضاء، لكن وانا موجود على الارض حاسس ان الارض ثابته، بس من المفترض ان الفضاء الثابت هو اللي هيبان بيتحرك ناحيتها، وبالتالي لو قست سرعه تحرك الفضاء ناحيه الارض فده بيمثل في الاساس سرعه الارض. بس هو في مشكله صغيره قد كده، ان الفضاء ما بيتشافش عشان يتقاس. وكان حل المشكله دي يكمن في ان الاقي حاجه زي ما بتقدر انها تتحرك على الارض تقدر انها تتحرك في الفضاء وتكون جزء منه، وكانت الحاجه دي هي الضوء. واللي اشتغل على الكلام ده كانوا عالمين، واحد اسمه ميكلسون واحد اسمه مورلي. الرجاله دي قالت لك لو اعتبرنا ان الفضاء ده عباره عن بحر والارض بتتحرك فيه سي بسرعه 3 متر في الثانيه، فاحنا واحنا موجودين على الارض هنحس ان احنا ثابتين زي ما قلنا، وهنشوف ان البحر نفسه هو اللي بيتحرك بسرعه 3 متر في الثانيه. تخيل وانا موجود على الارض عملت زي صاحبنا اللي كان موجود في القطر، وجبت جسم ورميته بسرعه 5 متر في الثانيه، فالجسم ده سرعته هتختلف على حسب الاتجاه اللي انا رميته فيه. لو انا رميته في نفس اتجاه حركه البحر هيبقى سرعته النهائية سرعته الأساسية اللي هي 5 متر زائد سرعة البحر نفسه اللي هي 3 متر، وبالتالي سرعته النهائية هتبقى 8 متر في الثانية. لو جيت رميته في عكس اتجاه حركة البحر فأنا هضطر أطرح منه سرعة البحر، يعني هلاقي إن سرعته النهائية 5 ناقص 3 يعني هتساوي 2 متر في الثانية. أما بقى لو جيت رميته في الاتجاه ده بسرعة 5 متر في الثانية والبحر بيتحرك في الاتجاه ده بسرعة 3 متر في الثانية، وبالتالي محصلة السرعة هتبقى في الاتجاه ده، ومن فيثاغورس مربع الوتر هيساوي مربع الضلعين التانيين، يعني سرعته النهائية هتساوي 4 متر في الثانية. لو خدت بالك زي ما قلنا كل ما برمي الجسم في اتجاه مختلف قيمة السرعة بتتغير، وبالتالي لو قدرت اعرف قيم السرعة في الاتجاهات المختلفة هقدر احدد منها سرعة البحر اللي هي في الاساس بتمثل سرعة الفضاء اللي هي في الاصل بتمثل سرعة الارض. ميكلسون ومورلي قرروا ان هما يرموا الضوء في الاتجاهات المختلفة، وبالتالي من قيم السرعة المختلفة هيقدروا يحسبوا سرعة تحرك الفضاء اللي هي سرعة تحرك الارض. اختيار الضوء ما كانش بس عشان الضوء بيقدر ان هو يمشي في الفضاء، لكن زي ما قلنا في حلقات ميكانيكا الكم الضوء عبارة عن موجة، والموجة دي بتتكون من قمم وقيعان، لو موجتين اتدخلوا مع بعض بيدوني اشكال معينة اقدر احد من الاشكال دي فرق السرعات. لو صادف اثناء التداخل ان قمم الموجات قابلت القمم والقيعان قابلت القيعان، الموجة في النهاية بتكبر وتعلى وتديك نقط مضيئة. اما لو وقت التداخل القيعان قابلت القمم الاثنين بيمحوا بعض ويظهر لك نقط مظلمة. ومن الاشكال الناتجة من عملية التداخل دي هيقدروا يعرفوا ايه اللي حصل للموجة وهي ماشية بالظبط، وبالتالي هيعرفوا يحسبوا الفرق في السرعات. ميكلسون ومورلي جابوا مراية نصف شفافة يعني بتعدي نص شعاع الضوء وبتعكس نصه، وسلطوا عليها شعاع ضوء وهي مايلة بزاوية 45 درجة. نص الشعاع عدى ونصه انعكس، اللي عدى واللي انعكس قابلوا مرايات عكسة بالكامل على نفس المسافة، فقاموا عكسوا الأشعة تاني على المراية النصف شفافة، وبالتالي الشعاع اتعمل منه شعاعين راكبين على بعض وجايين من اتجاهين مختلفين، والأشعة دي هيتداخلوا ويدوني نمط تداخل معين، وأنا في النهاية هشوف النمط الناتج. كان المفروض إن كل ما لف الجهاز في اتجاه مختلف سرعة وصول الضوء المرايات هتختلف، وتبدأ أشعة الضوء توصل وتنعكس في أوقات مختلفة عن بعض، وبالتالي هتتداخل مع بعض بشكل مختلف وتديني أنماط مختلفة عن النمط اللي كان موجود في الأول، وأقدر أعرف منه سرعة تحرك الأرض في الفضاء زي ما قلنا. بس للأسف ده ما حصلش. الرجالة كانت كل ما تلف الجهاز في اتجاه معين يلاقوا ان النمط الناتج ثابت وما بيتغيرش، يعيدوا ويزيدوا في التجربة يلاقوا ان النمط الناتج ما بيتغيرش. معنى كده ان سرعة الضوء في الاتجاهات المختلفة كانت ثابتة
وما بتتغيرش. الكلام ده معناه حاجة من اتنين، والاتنين أنيل من بعض. أولا إن الأرض نفسها ثابتة وما بتتحركش، وده طبعا احتمال غير وارد. الاحتمال التاني إن الضوء نفسه سرعته ثابتة ثبات مطلق. أينشتاين سمع الكلام ده وجاله هسهس. بس قبل ما أقولك أينشتاين فكر في إيه، لازم تعرف إن تجربة ميكلسون ومورلي تجربة دقيقة جدا، معدل الخطأ فيها يكاد يكون منعدم. موجة الضوء لما بتفرق عن أختها وتديني نمط تداخل مختلف، قيمة الفرق ده أقل من 1/1,000,000 جزء من المتر. دقة تقدر تلاحظ بيها 1/1,000 من عرض بكتيريا واحدة في المسافة ما بين قطبين الأرض. أينشتاين قالك اعتبر أن الضوء هو الطوبة اللي انت حذفتها من القطر، وبالتالي معنى ثبات سرعة الضوء أن أنا وأنا واقف برا القطر هشوف أن سرعة الطوبة دي 2 متر على الثانية، وانت موجود جوه القطر هتشوف ان سرعتها برضو 2 متر على الثانية. بمعنى ان بعد ثانية واحدة من حذف الطوبة انا هشوف ان الطوبة دي بقت بعيدة عني 2 متر، وانت هتشوف ان الطوبة برضو بقت بعيدة عنك 2 متر. معنى الكلام ده تاني انه بالنسبة لي طول الحتة دي كلها بيساوي طول الحتة دي، الاطوال اتشوهت تماما. طول المتر عندك ما بقاش بنفس طوله عندي. واذا كان ال 2 متر الطوال بتوعي دول اتقطعوا في ثانية، وال 2 متر القصيرون بتوعك اتقطعوا في ثانية، فاكيد الثانية عندك مش بنفس طولها عندي، اكيد الزمن كمان اتشوه. وبالتالي اينشتاين توقع ان مع ثبات سرعة معينة ثبات مطلق هيخلي اي حاجة بتتحرك يصاحبها تشوه في زمانها وفي مكانها. ودي كانت بداية النظرية النسبية، لما كلنا شفنا ان سرعة الضوء قيمة واحدة ثابتة فقط مهما تغير المكان اللي بنبصلها منه. طيب نسيبنا بقى من الطوبة ونرجع نركز مع الضوء صاحب الفرح عشان نقدر نفهم ايه اللي بيحصل. مبدئيا احنا بنشوف الحاجة لان الضوء بيسقط عليها، بعد كده بيرتد من عليها على عينيك فانت بتشوفها، او ان الحاجة نفسها بتكون هي مصدر الضوء زي الشمس مثلا او شاشة الموبايل اللي انت بتشوف الفيديو منها. لو الحاجة اللي انت بتشوفها بينك وبينها مسافة كبيرة، معنى كده ان الضوء هياخد فترة طويلة لحد ما يوصل لعينيك، وبالتالي الحاجة اللي انت بتشوفها حاليا ما حصلتش في نفس الوقت اللي بتشوفها فيه، ده حصلت من فترة. على سبيل المثال لو الموبايل اللي انت بتشوف منه الفيديو حاليا بينك وبينه ربع ساعة ضوئية، او المسافة اللي بيقطعها الضوء في ربع ساعة، معنى كده ان الضوء هياخد ربع ساعة من اول ما يطلع من الموبايل لحد ما يوصل لعينيك. وبالتالي لحظة ما الضوء يوصل لعينيك وتشوفني بقولك سلام عليكم وببدأ الفيديو، هكون انا فعليا خلصته، لان الصورة اللي وصلتك دي صورة بقالها ربع ساعة. النجوم اللي بتشوفها بالليل في السماء بينك وبينها ملايين السنين الضوئية، يعني الضوء خارج منها من ملايين السنين، يعني في اللحظة اللي انت بتشوفها فيها ممكن تكون ما عادش موجودة أساسا. وفي مثال مشهور بيتقال على القصة دي، بيقولك تخيل لو في كائن فضائي عايش في كوكب بيبعد عننا 65,000,000 سنة وبص على الأرض بتلسكوب، هيشوف الديناصورات لسه عايشة على الأرض، لأن الضوء اللي وصله في الوقت الحالي خارج من الأرض من 65,000,000 سنة، من وقت ما الديناصورات كانت عايشة. لكن برغم السسبنس اللي في الموضوع ده كله شيء طبيعي وعادي، ومش هي دي النظرية النسبية. جوهر النظرية النسبية في تشوه الزمان والمكان. الكائن الفضائي ده اللي بيبص على الارض وشايف الديناصورات مش هيستغرب، مش هيحس اي حاجه غريبه. الوقت عند الديناصورات هو نفسه الوقت عند الكائن الفضائي. لو الديناصور مر عليه 50 سنة، الكائن الفضائي هيمر عليه هو كمان 50 سنة. لكن الغريب في النظريه النسبيه بيقولك ان الوقت ما بيمرش عليهم بنفس المعدل، يعني ممكن الديناصور ده يكبر سنة واحدة، الكائن الفضائي ده يمر عليه 50 سنة. الوقت في النسبية ممكن ما يمرش بنفس الريتم، وهفهمك ده ممكن يحصل ازاي. تخيل ان انا عايش على كوكب الارض وانت عايش على كوكب المرح، والمسافة ما بين كوكب الارض وكوكب المرح 1 متر. افترض ان الضوء بيتحرك بسرعة 1 متر في الثانية، وانت معك صاروخ بيتحرك بنص سرعة الضوء، يعني بيتحرك بسرعة 0.5 متر في الثانية. ايه اللي هيحصل بقى لو انت قررت تسافر وتجيلي؟ سرعة الضوء بالنسبة لك متر في الثانية، يعني مهما كانت سرعتك فالضوء كل ثانية هيسبقك بمتر. وبما ان المسافة ما بيننا متر، فانت هتشوف ان الضوء وصلني، بعد كده انت هتاخد ثانيتين لحد ما توصلني. يعني انت متوقع ان بعد ما هشوفك بدأت تتحرك من كوكبك
هستنى ثانيتين لحد ما توصل. المشكلة ان انا كمان هشوف ان سرعة الضوء متر على الثانية، يعني كل ثانية الضوء بيقرب مني متر. ماليش دعوة هو بيبعد عنك قد ايه، انا بالنسبة لي الضوء بيقرب مني متر بغض النظر عن حركتك. بس صادف ان انت كمان بتتحرك، وبالتالي لما في خلال الثانية دي الضوء يكون قطع المتر، انت هتكون قطعت نص المسافة. بمعنى ان في اللحظة اللي بشوفك فيها بتتحرك من على الكوكب بتاعك هتكون انت قطعت نص المسافة. يعني انا هستنى ثانية واحدة بس من بعد ما اشوفك بتتحرك لحد ما توصلني، من ثانيتين زي ما انت حسبت. يعني رحلتك انا شفتها تمت في ثانية واحدة، انت شفتها تمت في ثانيتين. او بمعنى تاني ان الثانية عندي اتمطت عندك وبقت كبيرة لدرجة انها بقت تعادل ثانيتين. الزمن ما عادش بيمر عليك بسرعة زي ما هو بيمر عليا. طب تخيل بقى ان انت عملت ابجريد للصاروخ وجبت صاروخ جديد بيتحرك بنفس سرعة الضوء، يعني بيتحرك بسرعة متر في الثانية. انت بالنسبة لك مش فارقة، الضوء بيسبقك متر كل ثانية مهما كانت سرعتك، وبالتالي انت هتشوف ان الضوء وصلني. بعد كده هيبقى قدامك الرحلة هتقطعها في ثانيتين. انا بقى بالنسبة لي الوضع مختلف تماما، انا هشوفك بتتحرك بنفس سرعة الضوء، انت والضوء هتجولي في نفس الوقت، وده معناه اني مش هشوفك بتتحرك اصلا لان الضوء ما وصلنيش قبلك. ده في اللحظة اللي الضوء هيوصل فيها لعينيا واشوفك هتكون انت وصلت. يعني مهما طالت المسافة ما بيننا ومهما طالت المدة هفضل شايف اخر صورة ليك قبل ما تتحرك، وكأن الزمن توقف عند اللحظة دي. لما انت مشيت بسرعة الضوء انا شفت ان الزمن وقف عندك. طب تخيل بقى انك عملت ابجريد اكتر للصاروخ وجبت صاروخ جديد بيتحرك بسرعة اكبر من سرعة الضوء، ساعتها برضو مش هيفرق معاك حاجة، انت كده كده مهما كانت سرعتك الضوء هيفضل سابقك بمتر. لكن المصيبة بقت عندنا، قبل ما اشوفك بتتحرك اصلا هلاقيك موجود عندي وبتتابع معايا رحلتك. هبسطها لك، الكلام ده معناه انك سافرت للماضي بتاعك. ده انت ممكن وانت قاعد معايا تجيب صاروخ وتضرب الصاروخ بتاعك وتمنع نفسك من الوصول اساسا ليا. كل ده حصل بسبب ثبات سرعة الضوء عندي وعندك. اينشتاين ادرك انك لو اتحركت بسرعة اقل من سرعة الضوء الزمن هيتباطأ عندك، لو مشيت بنفس سرعة الضوء الزمن هيتوقف تماما، لو مشيت بسرعة اكبر من سرعة الضوء هتقدر تسافر للماضي وتغير في الاحداث. لكن اينشتاين ما كانش فاهم ليه الزمن بيتباطأ ومقدار التباطؤ ده ايه في السرعات المختلفة، وليه ما بنحسش بالتباطؤ ده في حياتنا العادية، وهل فعلا ممكن نقدر نسافر في الزمن. كل الاسئلة دي دارت في دماغ اينشتاين، وكل الاسئلة دي هنجاوب عليها لكن في الحلقة الجاية. وبالتالي لازم تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل اشارة الجرس عشان تعرف اول ما تنزل. أشوفكوا على خير، سلام.